احنا اللي بعلنا تصريحات جديده والله يا ريت حكيني كان مع مزيد بالاندهاش تدريب المنتخب وتصريحات كانت برضو لكارلوس كيراش. خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. This is a small statement, Saber Alguer. This is a small statement to all press. I come here to, in a number of ways, to apologize to the press. Yesterday, I said something that is not correct, is wrong. اوكي المدرب جاي هنا بصراحه يعتذر عشان امس كان صرح بشيء للاعلام والشيء ده كان في خطا. I didn't know that for contractual obligations it's not possible to keep going with this program. طبعا بالنسبه لبنود العقد الاعلامي مع الاتحاد المدرب بيقول ان احنا صعب ان احنا نستمر بالتصريح اللي قاله امس. So I ask your understanding, apologize for that, for it was my fault, my mistake. انه كنت تتفهموا انه كان في خطا بس. So today بيعتذر عن هذا الخطا. Today I ask you we keep going with this situation. You have 15 minutes, 20 minutes to be here in the training session. فاليوم ان شاء الله المدرب بيفتح التمرين لمده 15 دقيقه و20 دقيقه تكونوا معانا حاضرين التمرين. After tomorrow we need to get back to the same standards. ومن اول بكره ان شاء الله هنرجع لنفس القيود اللي قبل كده. I apologize myself personally for the mistake I made yesterday. بيعتذر وبيقول ان هو كان خطا شخصي كان حصل امس. I hope you understand. Thank you very much. بيتمنى انكم تتفهموا الموقف. شكرا. اصل التاني اكيد برضه احمد مجاهد قال له انت يعني انت ضيعنا كلنا لك في البيت. هو على كل حال حلو ان هو يعتذر عن تصريح. احنا قلنا على فكره احنا قلنا استحاله ان اتحاد الكره يكون اتفق معاه على كده. احنا قلناها قبل لسه كنا حالا قبل دقايق بنقولها فعلا. وسمعنا ولا ايه؟ يعني يعني صعب جدا ان اتحاد الكوره يبقى فيه بطولات ويقول له لا مالكش دعوه بدي والنبي يخش على اللي بعده. استحاله. وخصوصا قبلها كمان بطوله يعني. فانت بطوله اولانيه وثانيه وانت جاي عشان ماتشين. لان الماتشين دول يا هيدوك اللي تخش في البطوله اللي بعدها يا مش هيدوا لك. فطبعا لا طبعا. فكويس ان هو استدرج بالموضوع ده. انا مع جدا ثقافه الخطا لو قوبل باعتذار يعني خلاص كانه ما حصلش حاجه. فبس دي نقطه كويسه على كل حال ان فعلا كانت مثيره. تفتكر غير هيغير اختيارات اللعيبه والله هيبان ولا هيرجعهم لمراكزهم مثلا ولا